وأخيرا اتحاد كوريا الجنوبية يعين مدرب لقيادة فريقه في المرحلة القادمة من التصفيات، وأيضا تصريحات راضش نيشن لقناة الكاس بشأن استعدادات المنتخب الأولمبي للأولمبيات، وكلام راضش نيشن كان جدا جميل وقوي، راح أشرح لكم كل شيء بالتفاصيل إن شاء الله. أنا رضا حبيب، حياكم الله. إذا أول مرة تشوفنا أتمنى تشترك بالقناة وتنطيني لايك، وبدون ما نطول بالمقدمة خلونا ندخل بالأخبار مباشرة. رسميا الاتحاد الكوري لكرة القدم يقرر تعيين المدرب كيم دو هون مدربا مؤقتا لقيادة المنتخب الكوري في التصفيات الآسيوية المشتركة خلال شهر يونيو المقبل، على أن تستمر المفاوضات مع مدربين أجانب لقيادة المنتخب خلال المرحلة الحاسمة من التصفيات. هسه ارتاحت جماهيرنا وتأكدت كاساس باقي مع العراق، واخذوها مني والله كاساس إذا خلص المرحلة القادمة من التصفيات راح يجدد عقده. صدقون أنا متأكد 100% درجال يجدد عقد المدرب بس يتأهل للدور المقبل. بس البرامج الرياضية مصيبة بالعراق، عمو والله مصيبة، كل هالدور محتوى براسي العراق وكل القنوات تركض على محمد خلق، لازمين سرع عليه ما شاء الله، لأن هذا يستفز الناس والقنوات نايمة بالتفاعل فيصعدون التفاعل بحضور ابن خلق. وهي مشكلة الإعلام العراقي طرقاعة سودة والله. المهم يا شباب انسوا هاي الأمور اللي تعكر مزاجنا، كوريا حطت مدرب يقود منتخبها الوطني للفترة المقبلة بين ما يتفقون مع مدرب أجنبي. فيا شباب سالفة كاساس وعقد كوريا انسوها. المهم نجي لتصريحات شنيشل الصادمة، راضي شنيشل ضيف لقناة الكاس القطرية ليلة أمس، ودار حوار بينهم وعدة أسئلة عن استعدادات العراق للأولمبيات القادمة في فرنسا. بعد سؤال مقدم قناة الكاس هل ستغير وتستدعي لاعبين جدد للأولمبياد أم ستثبت على اللاعبين الذين صنعوا الإنجاز بالتأهل؟ أجاب شنيشل اللاعبين صنعوا إنجازا كبير ولكن مكانهم موجود مع أي مدرب، ولكن أنا أبحث عن مجموعة جيدة تخدم العراق في الأولمبياد مثلما فعل منتخبات المغرب وأوكرانيا والأرجنتين الذين استدعوا أبرز لاعبينهم المحترفون. بالمقابل أوكرانيا استدعوا هداف الدوري الإسباني لاعب جيرونا، فنحن نفس المنتخبات سنجلب لاعبين لهم أهميتهم. يعني يا شباب شنيشل بين للناس راح يستدعي أفضل لاعبين محترفين عراقيين ويعتمد على أفضل مجموعة لاعبين موجودين حاليا طبعا بنفس السن القانوني للأولمبياد. طبعا شنيشل أكد بكلامه جاي يشتغل ويستعد للأولمبياد حتى تكون للعراق بصمة في البطولة. وأيضا تصريح آخر لراضي شنيشل جميل جدا، شنيشل حب يرد على منتقدي بالسوشيال ميديا وغيرها عن طريقة الاستعدادات، ومن الذي يستدعي وهل سيبقي نفس اللاعبين الذين صنعوا إنجاز التأهل أم يغير عدد منهم؟ تكلم راضي شنيشل، أنا أسمع الكثير يقول سوف يكون منتخب الأولمبي الذي لعب في أمم آسيا تحت 23 عام هم نفسهم سأدخل بهم الأولمبياد. طبعا لا، سوف يكون تغير في اللاعبين وأيضا سيكون 3 لاعبين فوق السن القانوني إضافة لهم، وأيضا لدي الكثير من اللاعبين الذين يشاركون مع المنتخب الوطني وأيضا دورياتهم مستمرة، وسوف يكون منتخبنا منضبط ومرتب للدخول للأولمبياد، وسوف أنتظر كاساس ينهي المباراتين أمام فيتنام وإندونيسيا وبعدها أقرر استدعاء اللاعبين. أنتم شباب شنو رأيكم بكلام المدرب راضي شنيش؟ أنا بالنسبة لي شنيش يتكلم شيء جدا جميل، لأن بين للشارع العراقي العراق راح يدخل البطولة بأقوى لاعبين محترفين ومحليين، وأكد أيضا هو مختار اللاعبين الفوق السن القانوني وبقى الاختيار متحير بين لاعب أو لاعبين. احنا كجماهير نتمنى شنيشل يطبق ما تكلم به ويجعل المنتخب العراقي منافس وقوي في البطولة، ولا حد يقول لي مجموعتنا قوية. اي نعم يا شباب قوية، بس احنا هم منتخبنا قوي بس محتاج لشنيشل شوي يعتني بأدواته. طبعا كرة القدم ما تعرف قوي ضعيف، الكل يثبت نفسه داخل المستطيل الاخضر. راضي شنيشل بعد استدعاء حسين علي ويوسف الامين وجاي يشتغل على حضور زيدان اقبال وادم، هذا يعني شنيشل داخل بقوة. وزايدا الى الاتحاد امدلل للمنتخبات الوطنية من معسكرات ومباريات ودية. فيا شباب راضي شنيشل راح ينتظر انتهاء المباراتين مال المنتخب الوطني امام فيتنام واندونيسيا، وبعدها يسحب لاعبين اللي يريدهم ويدخل معسكر تدريب ويجري مباراتين ودية مثل ما وضحنا من قبل امام البرغواي ونيوزيلندا استعدادا للاولمبياد. يا شباب اعتقد الكل شاف عماد محمد وتصريحات ليلة امس. طبعا عماد يسأل المقدم، عماد ينطي جواب حلو وجواب مدري شلون يتكلم به. يعني تعال اسمع لي هذا التصريح، عماد محمد لحكم الرابع.
العداء لعماد محمد ومحاولة ابعادي عن منصب الحالي عداء عقائدي لا اكثر. واضاف ايضا تعرفت على الشخص الذي ارسل الشكوى للاتحاد الدولي وهو شخص مسنود بمشاركة اذرع خارج العراق، شخصيا على استعداد لتدريب المنتخب الوطني في حال طلب مني ذلك كونه مهمة وطنية. بالورقة والقلم المنتخب الوطني لم يحقق اي انجاز بعد خروجه من دور ال16، فيما منتخبي الشباب والاولمبي حققا الانجاز بالوصول الى كأس العالم والأولمبياد. هنا نحط ألف علامة استفهام على هذا التصريح حكي يا عماد، شلون ما سولك إنجاز وكاساس متصدر مجموعة بآسيا والتصفيات وبزمن اتحادنا السابق حسر علينا المركز الثاني، وكاس الخليج على مدار أكثر من 5 نسخ أو أكثر حسر ناخذ مركز ثالث بالبطولة، بينما كاساس أخذ لك كأس الخليج وكأس ملك تالنت ومصدر مجموعته بكل البطولات الكبيرة مثل آسيا والتصفيات المشترك. وبآسيا نعتبره ما سوى إنجاز كاساس، بس صنع منتخب مرعب بباس. لا تقول لي هسه آسيا ما تحسب للعراق ألف حساب، عكس قديما نبكي دم ومركز ثاني من آخر. وفوق كل هذا كاساس وصلك تصنيف 58، انت واتحادك السابق ما واصلين هيك مركز من 2007، فاحنا من نحكي من سقط بيكم، انتم مدربين وكاساس مدرب والتعاون حلو بينكم يصير ان شاء الله ورب يوفقكم، بس من تتكلم وتصرح انت الشخص حق تعبه، مو اخليه فرغ من كل شيء لا انجاز لا شيء يوثق. طبعا اضاف عماد محمد ايضا مستحيل ان اكون ضد اللاعب المحترف، والدليل 5 لاعبين كانوا مع منتخب الشباب في كأس العالم، ولكن هذا كلام المنتفعين. طبعا انا هاي اتفق وياك بيها، واني اول داعمين لك رغم من نشرت المتابعين ما قبلت وظلت تصنف على كلامي، بس عماد محمد يتابع ويستدعي اللاعبين للامانه، والدليل الشهر الجاي منتخب الشباب عنده مباراتين وديه، طبعا تكلمت لكم من قبل فيديو عليهن وراح تشوفون الاسماء الحاضره مميزه جدا وعدد من المحترفين بالشباب العراق واكو لعب واداء يعني بهاي ويا عماد بيها. المهم يا شباب نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله منتخباتنا الوطنيه. وخبر اخير يخص حارس نادي الزاخو علا، وهو حشينا عليه وبينا لكم انجازات اللعب، بس علي كاظم صرح لقناه الرابعه وتكلم وقال مهدي كريم المدير الاداري للمنتخب الوطني تواصل معي شخصيا وطلب نسخه من جوازي، يعني ان شاء الله يكون علاوي اضافه جدا مهمه للمنتخب العراقي. وايضا ذكر علي كاظم سر ادائي المميز داخل الملعب هو بسبب اني اعتني كثيرا بالغذاء الصحي والتمارين خارج الملعب، لا اعتمد فقط على تمارين النادي فهي ليست كافيه بالنسبه لي. طبعا عاشت ايدك على وهو هذا الصحيح، ان تكون منضبط نفسيا وغذائيا وبدنيا شي حلو، ما تعتمد فقط على تمارين النادي. عاشت ايدك يا حبيبي ورب يوفقك قادم الايام. طبعا لهنا يا شباب ننهي فيديو اليوم، اذا اول مره تشوفنا اتمنى تشترك بالقناه وتدعمني باللايك تشجيعا لنستمر اكثر واكثر. اشوفكم في فيديو وخبر جديد، مع السلامه.